محمد من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بصراحه في شوق، يعني انا سعيد ان انا بسمع صوتك كمان، يعني الله يزيدك سعادة. والله من ايام المواعظ الحسنه الله بجد، يعني مشتاقين ليك قوي يعني. الله يسترك. طيب في استفسار لو سمحت بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا عندي المدام، اولا ما فيش معامله ما يعلم بها ربنا، واخد بالك؟ يعني احنا شايلين يعلم بها ربنا الحاجات الوحشه؟ حاجات بس استناني اصبر عليا، انا مش هاخد ثانيه. ايوه. ليه الناس لما تقول على حاجه وحشه تقول عليها يعلم بها ربنا؟ طب والحاجه الحلوه ما يعلمش بها ربنا؟ لا انا ما اقصدش، انا لا بس استنى بس، والنبي عشان خاطر يعني احنا قضينا يوم جميل وكان فيه سمك اللي كانت هتاكله بنتي النهارده وهي مسافره هي والعيال وعطيه وبتاع. اللي ما ترجعش تقول يا بابا كان يوم يعلم بيه ربنا. معلش يا دكتور انا اسف من التعليق. احنا او احنا او احنا بنرمي على 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 ذي الجلال والاكرام الحاجات اللي معامله يعلم بها ربنا، يعني معامله سودة، يعني معامله معفنه. معاك منها اولاد يا محمد؟ نعم معاك منها اولاد؟ في اولاد، والعيال اتجوزت يا خبر ابيض. وبعدين هي متعبه جدا يعني. لا لا استنى بس، العيال اتجوزت. استنى بس يا محمد، العيال اتجوزت يبقى معاها عمر معاك. لا عمر ايه ده؟ عمر ما يعلم بغير ربنا، دايما برضه ماشي ماشي، دايما البيت وما بتعملش بيا. حتى رحت المستشفى ما جاتش زارتني. ما جاتش زارتك؟ طب الا يجوز ان ما يكونش معاها تمن التوك توك اللي هتركبه وتجي لك؟ هي موظفه. هي موظفه يا محمد؟ لا هي مش موظفه، هي بتاخد مصروف عادي. هي عشان مش معايا على الهوا، فلازم ان انا احتفظ بغيبتها وارد عنها واتوقع الاحتمالات. ايه بس يا دكتور؟ يعني انا كذاب يعني؟ لا ما معاملتها سيئه، بقول لك معاملتها سيئه. كويس، وهي من حقها تقول معاملته اطراف. انت تزعلك في ايه؟ انت عايز كل يعني الناس كل يعني الناس يعني انا جاي بكلمك انت وبشوف عايزك يعني تقدم رأي. طلعها فيا بقى، طلع فيا، طلع فيا. انت بتقول معاملتها وحشه، هي ممكن تقول معاملتك زي الزفت، انت تقول وهي تقول، والحاكم ربنا بينكم. والله ربنا يا حبيبي يا محمد، ان كنت رجلا كريما رحيما ودودا وهي تعاملك معامله سيئه فهي مذنبة. ارتحت نفسيا؟ ارتحت نفسيا؟ انا ما ارتحتش نفسيا بقى، لان احنا عندنا شهوة اسمها فلان جزاؤه ايه. كل الناس عايزة تعرف من عالم ان كلنا رايحين جهنم. جبت حقك؟ يعني اللي كلوا اخوه في الميراث ده، ميراث ابوه، مش عايز يديني ميراثي، جزاؤه ايه؟ هتعمل ايه بجزاؤه؟ حقك اللي ربنا شرعهولك تاخده بكوبايه شاي بنعناع او تاخده بالمحكمه، انما هتعمل ايه لما واحد عالم يقول لك جهنم وساءت مصيرك؟ كل واشرب بقى بالاجابه، كل واشرب. فانت حضرتك اذا كنت ممن يعاشر كريما رحيما ودودا مستمعا اليها لا تكلفها ما لا تطيق، جابت لك عيال اتجوزت، يعني عمر يعلم بيه ربنا، عشيته يا اخي وعشيته. يعني هي جابت منك العيال وهي سيئه وجالك نفس تيجي جارها وتجيب منها عيال؟ خلينا نتكلم بقى. فدي حملت وولدت وربنا في القران يا محمد بيه في سوره البقره يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له. من المولود له؟ سيادتك. هي عملت ايه؟ ولدت لك يا حلاوة ربنا، يا جمال قرآنه اللي محدش بيتدبره، وعلى المولود له. روح الصحة كده بقسيمة الجواز وتسجل عبد الله. عبد الله ايه؟ عبد الله محمد، اسمك محمد، محمد كذا 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 كذا، واسم الأم في الآخر
هيروح المدرسة شايل اسمك، وروح الجيش إن شاء الله شايل اسمك، وروح الشرطة وكل لحظة والشرطة طيبة شايل اسمك، وبعد عمر طويل وحسن عمل هيصلي عليك. قدم صلي على بابا عشان تدعي له بإخلاص، وهي جزاءها عند ربنا وثوابها عند ربنا، ولا تستحق إلا حسن المعاملة، حسن حسني المعاملة.